أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. تجمع عشرات المحتجين في ساحة السير وسط مدينة السويداء تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية، كما دعوا مختلف المحافظات للإضراب العام والعصيان المدني والاعتصام حتى تحقيق المطالب. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يؤكد أن بلاده لن تتسامح مع الإرهابيين الذين يعيشون بالقرب من حدودها، وستتخذ الإجراءات اللازمة في المكان والزمان المناسبين. اشتباكات بين الفصائل العسكرية وقوات نظام على محور الفوج 46 وقوات نظام تستهدف بالمدفعية ثقيل قرية كفر تعال ومحيط قرية كفر غربية حلب. مصرف سوريا المركزي التابع للنظام ينفي الأنباء المتداولة عن إفلاسه، محاولا طمأنة الموظفين عبر التعهد بسداد الرواتب وتأكيد على توفر السيولة والقطع الأجنبي بحسب الدعاء. وفاة طفلة سورية بعمر 3 سنوات وإصابة أمها وشقيقها بجروح جراء صدمها بقطار في أحد التقاطعات بمدينة ماربورغ الألمانية. فرن جنديرس الحديث في ريف عفرين يعلن توزيع الخبز مجانا بمناسبة فوز منتخب المغرب على البرتغال ووصوله إلى نصف نهائي كأس العالم.